ذكرى اغتيال السلام، عنوان المهرجان الذي أقيم في ساحة الحرية وسط البصرة استذكارا للشهيدين الناشطين تحسين أسامة وريهام يعقوب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما. طبعا كرنفال ذكرى اغتيال السلام هو كرنفال بعد يعني أقمناه بعد مرور سنة على اغتيال الشهيد تحسين أسامة والشهيدة ريهام يعقوب الذي تم اغتيالهم في محافظة البصرة بطريقة بشعة وطريقة وحشية. تحسين في منزله على في 21 رصاصة في صدره، وريهام وهي أثناء قيادتها للسيارة. هذا الكرنفال هو غير ربحي، هو رسالة من شباب البصرة يوجهونها لكل المعنيين وللعالم بأن احنا مستمرين بطريق الاحتجاج ومصرين على مطالبنا التي خرجنا بها في تشرين، وتأكيد على مطالب المغدورين تحسين أسامة وريهام، وسوف نستمر من أجل تحقيق هدفهم المنشود. المهرجان الذي نظمه ناشطون بحضور عائلتي الشهيدين تضمن سوقا خيرية خصص ريعه للعوائل المتعففة والأيتام، فضلا عن معارض للكتب والرسم والصور الفوتوغرافية، وعملا مسرحيا جسد بطولات شهداء تشرين. مثل ما تعرفون ويعرفون الشارع البصري والشارع العراقي انه تم القبض على القتلة اللي قتلوا تحسين وقتلوا دكتورة ريهام، لكن لحد هذه اللحظة ما تمت محاسبتهم. اليوم احنا وسائل الاحتجاج كثيرة، من ضمن وسائل الاحتجاج على السلطة هي إقامة المهرجانات والكرنفالات. اليوم البصرة تقيم كرنفال تأبيني ببازار بشعراء من المحافظات. اليوم احنا نطالب بالكشف بمحاسبة القتل. ليس كرنفال وإنما كتاريخ راح يسجل في منصات التواصل الاجتماعي وليس في الكتب، هذا الفرق اللي راح يصير. بينما للقضاء احنا يعني هسه انا واحد من الناس لحد الان ما اعرف القضية وين وصلت، يعني لا مثلا الجهة المسؤولة عن القضية تجيك تبلغك يابا وصلنا لهالمكان لزمنا هذا حكينا بهذا، لحد الان القضية شبه سرية يعني ساكتين على الموضوع كلش. يذكر أن الناشطة ريهام يعقوب اغتيلت في 19 من شهر آب العام الماضي بعد أيام قليلة من اغتيال الناشط تحسين أسامة ضمن موجة اغتيالات منظمة شهدتها مدينة البصرة، لم تكشف تفاصيلها بالكامل حتى الآن. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.